الريف إلى إقليم الناظور والمدينة بالضبط مدينة الناظور، حيث ازداد، حيث رأى النور، حيث يعني فتح عينيه على الحياة وأحب هذه المدينة وهذا الوطن، رغم أنه كانت له إغراءات عديدة من أجل العيش بأوروبا بهولندا وبدول أوروبية أخرى. كان بطلا في أنواع رياضية مختلفة، طاي بوكسينغ في الكونتاكت وكذلك الملاكمة، يساهم إلى جانب إخوانه نجيم ومجموعة كمال، كذلك نحييه المتواجد بالديار البلجيكية. نادي محمد علي أكيد من منا لا يعرفه، ما أسداه هذا النادي خدمة للملاكمة المغربية، للرياضة بالمنطقة وللرياضة الوطنية. من منا لا يعرف أيضا كم أنجب نادي محمد علي من أبطال شرفوا الملاكمة الوطنية. إلى جانب نادي محمد علي هناك كذلك جمعية عثمان للكيك بوكسينغ، للفور كونتاكت، للملاكمة، مكتب إداري يضم مجموعة من الفروع الرياضية. كل هذه التضحيات الجسام يقف من ورائها اسم يستحق منا الدعم، يستحق منا التشجيع، يستحق منا أن نمد له يد العون وأن نقف إلى جانبه. يتعلق الأمر بالسيد عثمان عبد اللهوي الخروق والمتواضع. من العين التي لا تنام، كذلك شركة للأمن الخاص تحرص دائما أن تقدم الجودة وأن تقدم خدمات كبيرة أيضا للرياضة وللمجالات الأخرى من مهرجانات فنية، رأيناها دائما متعلقة بحضورها بعناصرها البشرية. شكرا على الحضور وشكرا دائما للمهتمين بشأن رياضك إلى جانب التحكم، فكما تعرفون أن قطاع الرياضة أصبح اليوم يعني قطاع استثماري أكثر منها، وقطاع بالنسبة لما كان معروف من قبل الذي كان يعرف باللعب، كانت الرياضة تعرف باللعب، يلعبوا رياضة، يلعبوا كرة القدم، يلعبوا الكاراتيه، يلعبوا إذا أما اليوم أصبحت مرتبطة بالاستثمار. مرحبا بالسادة أعضاء فرقة الرياضة بالإقليم، مرحبا بالسادة الأبطال، مرحبا بالسادة المدربين، السادة رؤساء الجمعيات وقامين المجهودات التي يقومون بها من أجل النهوض بالرياضة داخل الإقليم وتنزيل إقليم الناظور داخل المحافل الوطنية، وكما يمثلون مركز الرياضة في المحافل أو في إطار المحافل الدولية. فكما تعلمون أن الناظور أصبح اليوم أو عرف نهضة رياضية على جميع المستويات، سواء على مستوى التأطير والتنشيط الرياضي وكذلك على مستوى البنية التحتية. وعلى مستوى التنشيط والتأطير الرياضي فإقليم الناظور أصبحت أريد أوفر على أزيد من 30 نوع رياضي منتمي أو منضوي تحت لواء الجامعات الملكية المغربية. فنثمن المجهودات التي يقوم بها رياضة الفور كونتاكت على الخصوص التي نحن بصدد تنظيم هذه الندوة بحضور السادة الأساتذة المشرفين والسادة المدربين وكذلك المهتمين والرغبين على الشأن الرياضي، وكذلك التحية الرياضية بجميع الأبطال الذين حضروا معنا من كل صنفين أو نوعين رياضي. إذا بالنسبة للتنشيط الرياضي فإقليم الناظور أو أبطال الناظور متواجدين في العالم في رياضة الفور كونتاكت، في الملاكمة، في التايكوندو، في الكاراتيه، في ألعاب القوى، في كرة القدم، في كرة السلة، في جميع أنواع الرياضات. إلا هناك أبطال في أوروبا مثلا وآسيا وإفريقيا وأمريكا، إلا هناك أبطال من الناظور. فتعرفون جيدا أن معظم القاعات الخصوصية للرياضة في أوروبا تتواجد فيها أطر ومدربين من الناظور، وبالخصوص من الناظور وخاصة الفور كونتاكت والملاكمة والتايكوندو. من أين أتى هذا المجهود؟ أتى من التشغيل، انطلق من التشغيل. فكنا نعرف أن إقليم الناظور معروف ب نعوذات لا يستحق ذكرها، أما الآن فأصبح إقليم يشرفون. حينما نجد بطلا يتصارع ويتقاتل في دولة بعيدة آلاف الكيلومترات على مدينة الناظور لينال جائزة كبرى، جائزة دولية، جائزة عربية، ويرفع علم المغرب في هذه الدولة البعيدة. عثمان
برا السؤال. المهم شنو هو تسوي له واخا شنو هو تتولي مبسسين الرياضة فودا سنو الشجاو بيك فولواري ساكيت. المهم أمزود قادر مندوب الشباب والرياضة مجهودة تيتك ذو ديكينا عيتك دي منطقنا عليك وتقدر إثباتنا إنجاد المواقع الإلكترونية مسموعة ومكتوبة وتقدر التصميم اللي ومثلنا عثمان رئيس جمعية عثمان اللي فوق كونتا بوركين بوكسين تقدر توتصل بجهودة إيتك بليكا رياضية تزمى الناس وميرسلوا من توصلوا من يغبلي ربما بلي الناس مارن سي من دب الشباب والرياضة وغالب من دب مغيانير ما نادي ليش السؤال فأمد بلي تلزم أخذ نتجاوب رغم الإشارة ونشي إن شاء الله بلي نتمنى زي الأبطال نغمار عيني دي زينا خليط مواطننا ولا غبارة أنت كم جولتنا كيسنا تصل اتصالات باش بلي يدخل الفور كونتاكت ما كما ينبغي وتريبو إجن القرص بلي إجن السلوك خارج الرياضة وميش ندور هذه الابطال نغموها تما دي مقرر نقص خاصة نخضر الألمع الابطال يتجن دي المغرب دي العصاب مارا تصل لكي تسن مهم قد دورة تندهيتا يغيرون غد جاء يجل عدد البطولة الوطنية العربية ومشي نغان غير سن يجل تقى التمقرات بلي أنا مخبأ هذا الأمث لنشي يتسيان الرياضة يلي متقنا بليف وهذا يجلس انتقاد تنقرات بلي باش هادو شن يسمى الجمهور من لا ديسيبلينا من يعنى لان خاصة الخوب اللي دي شهارة وهم دي شهارة واحد هادو اثنين قالات شهار اثنين ان شاء الله ديني خمسان قالات زي سن حسيمة نظار زيوف فمن مبتص الطلبة دي يوسين ان شاء الله بلي خزز معكم العربية نشكركم جميعا الحضور ديالكم الصحفيين ولكم شحنا من الجالية المغربية جينا من هنايا نفرحوا القلب ديالنا اللي يكون مفتوح بزاف كاع اللي تنشوفوا الابطال ديالنا والثقافيين ولا الناس الراية ديال المغرب ترفع في العالم تنشوفوا قدامنا تنكون القلب ديالنا مفتوح بزاف غيرة مع الوطن باش انا نقول لك محمد حنا بغينا نوريو المغرب بغينا نوريو بان الرياضة وسيله باش نجيو نتوصلوا بان الهم ديالنا هو المغرب واخا من جهه احنا كاينين على برا الهم ديالنا الوحيد هو المغرب الرايه المغربيه تكون ديما مرفوعه وترفع راس المغاربه في مكانه انتم السيد محمد السيد عثمان الاخوه اللي مساهمين في هذه التظاهره الوطنيه والدوليه اللي كنعتبر انا تظاهره دوليه خاصه وكنشكر الناس اللي مسؤولين على هذا الشيء وكنتمنى تكون انتفاضه اكثر وكنتمنى الناس المسؤولين يحضروا في هذه التظاهرة الدولية ويساندوا هاد الأبطال اللي عندنا في الدولية كاينين أبطال من هنا من ريف تبارك الله عالميين وطنيين مثلهم عياد رياض بطل الحامي الناس اللي معروفين مغربيا ودوليا وكنتمنى تكون التظاهرة على حسن الظن ديال الناس كاملين ونتمنى تكون بمستوى عالي هي احسن تظاهرة انا بالنسبة لي غادي نحضرها ان شاء الله وكنشكر الناس اللي مساندين هاد التظاهرة بزاف ونتمنى تكون انتفاضة من طرف الجامعة الملكية والتظاهرة وتكون بالنسبة لرئيس الجامعة الملكية كنشكرو على هادشي وكنتمنى ينتف على هاد الأبطال هادو ونتمنى يكون المستوى ديالهم يكون يتزاد من الناحية ديالهم بسم الله الرحمن الرحيم تشكر الاخوه الصحفيين اللي كانوا يحضروا هذا المعنى الاخوه الرياضيين المدربين تشكر السيد مندوب ورئيس العصابه رمضان نشاهد على القيادات التصريح يجن هذا ان شاء الله تيري غان حد لكن يجن بطل مغربي وكي سير ان شاء الله دي قاع المنطاد ودوغي الى غادي تستقبل لي يقل لي قنيطرات ويا بحال راس الدرب القضية والخو يزو كري على الكومباتي باش هاديك رد الاعتبار ان شاء الله هاد الشخص الجاد بقي موجود ان شاء الله هذا النهار
هذا الوجه البطلة في جنهان نحب إن شاء الله. وتشكر عثماني تجمعية عثماني كشام الفلسطية بمجاعية محمود رفيق مجاعية تجمعية الفلسطية باش اللي غادي منطقة النظر كل كي تصن شوية غادي منطقة النظر بدا تيلا غادي لعربات قنية ترى مهم لي المغرب البارد ونهار غادي جنا ربقا اللي غادي من دي النظر دي بفنديتينو وان شاء الله تتمنى بطل الأبطال كاين غير شي بطل المغنيت في القوة البدنية يتشرف النظر يتشرف الرية الوطنية ما يروح أينما حل وارتحل وإلا يتألق ويتميز ويحصد الألقاب يتألق الأمر صديق الجميع ويغجى القلب الطيب دائما الابتسامة لا تفارقه وكذلك حسن الخلق حاصل بطل المغرب سنة 2012-2013-2014 كأس العرش رفقة جمعية عثمان 2014 كذلك في أكتوبر 2014 يود الرتبة الثانية على الصعيد الإفريقي رفقة المنتخب الوطني المغربي لرياضة القوة البدنية في شهر 1/2014 يود الرتبة الثالثة عربيا رفقة المنتخب الوطني المغربي خميقة الألقاب مرة على المستوى الافريقي ما تسنوا مقام المستوى الافريقي قام شي حيث انه دونك انتغي ما ربدا ستجم خسر بدا المسادة عندي سقسق ستجم فبصر انتغي ما قام الافريقي يعني تأمل على قام الافريقي تمنى يشتغل ان شاء الله قبل ما هند هذه الكلمات شكا حضور الكرام مرة الصحافة الصحافة اللي يبدو غير انه ما عرفت يتواجه في الصحافة الباراني هذا تشكى بعد قبل ما قبل ما نبدا تشكى بعد النية بعد السي اسم السي سي عود من تشكى السي سعد المندوب سعد المندوب يجي تشوف بقى تلقى العاقل يجي تشوف كيف طريقهم بعد شحال هذا يومين ولا غير كيس دخل مجهود تبع عليه يجي تلقى يبدل كيس نصور اصلا تاع عام على انا غادي نمشي مع اسمع الشيء تقول خذ من شحال سير الله خاف غادي انا نسوي لك رئيس العصبه والطبع المنطقه ونتمنوا التوفيق نتمنى التوفيق لجمعيه عثمان اللي فور كونتاكت ديال التضامنيه شي حاجه باسم الذاكس وانت تشكى مره وليتي ساهما ديني جروب ما غادي نمشي نحط جزء قلب انا قاعد جروب مجعيد ديني عبد الله افضل بطلنا كائنا شجع مارا سي حميد بعض يعني قاطعوني شي وني غنشجع مارا ديال التضامنيه ونتمنى التوفيق ان شاء الله للجميع يوسف كيفاش عثمان قشا من زريغ من زريغ من زريغ وقف غتكفو سين سين كخوتام قال ويس واحد ويس ثاني بلا شحال خطا جينا الشهر النظر يعني ذي النظر مسؤولين النظر مشينا نفوز قال الله العظيم ويس ثاني اوروبيا يعني خونا حامو ويس ثاني اوروبيا ونسوري نجد محمد الجعيد نسوري عمل ويس ثاني نجح قاوي استراتيك بطولة عالمية دو بدر هاري وقي قيمة كيس محمد قيمة كمسؤولين بدر هاري سيوراكيس فمن إلى شدة صغيرة على النقطة ما يعني إينا وشينا نخفوز قد أفضل دي النظر قواني السين حد قد يقول لهم قد أفضل ديني مارا دي مزير مارا وتبدي ويد لأخر ديني تقع عن الشتغي ديني حضر لي قال أبو قسم بالله العالمي كان غير مزير تخطط شوات السين غير من الدار وانت المزير يعني غنط الشباب ديت يعني ضيع نواه فهمتني غدا واش انت شحد فوز فهمتني غدا يعني ش الزروه نشي نش الوقت اجن الوقت يعني شارك غدا لي المغرب خونا على الملاكمه ومن بعد نكز غادي كوكسين تو غنش اختصر الماكله خ المدربينو اختصر خفينو ضل مركب بحال الشرع مود صغراك اقشد هذه النار انش فهمتني غدا وانت توشي تجينا ميسي ورغم على انشك السي المندوب الى ماشي نلقى عايد بدا كينغ قال لك توخذ وكيش عمر صوني على البوق فهمتني وانت تو عاود السي هرناندو يتعرف سنا كينغ يعني كل جامعه خد يعني اتصل عراقيلين وفاق وفي حد ذاك كينغ يبد معنويا ونز والو فهمتني والله العظيم الى يقشى شي غادي شهر السي طارق اش خيتها السؤال ديال 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 الس
الشكر الخالص للإخوان اللي صنعوا على تنظيم هذه التظاهرة الوطنية. صراحة أي تنظيم فاش تجي أنه تنظم شي تظاهرة على الصعيد الوطني إلا هو كيتطلب من واحد تقريبا واحد المقومات تاع البريباراسيون والاستعداد الكامل، لا من ناحية تاع البحث عن الموارد المالية أو كذا الموارد المشاريع اللي كتشوف فيها كمية التظاهرات. بون بالنسبة للملصق المخصص للتظاهرات تشوفوا أن النوع الرياضي، النوع الرياضي المخصص لهذه النزالات هو فول كونتاكت. إلا وأننا تنشوف بالنسبة للنزال الأول مخصص للكي 1، واش الكي 1 غادي يكون كامل النزالات ولا فقط نزالات معينة؟ تنعرفوا أن الكي 1 هي هو نوع الرياضة تيتلعب سون بروتيج. تحية للجميع، تحية لكل الفعاليات الرياضية والمسؤولة، وكذلك تحية لزملائي عليك. غير التذكير فقط للتذكير، كاين من أبرز الملاكمين بالمنتخب الشرقيات، وتمت الملاذات عليه قبل المنتخب المغربي الملاكم، ولكن مع الأسف أنه مشى للخارج ملك وشكاك قد يقال سي حسن. سي حسن عنده واحد من الملاكمين اللي كانت عندهم طلبات قويه كذلك في مدينه النظر، واش هكاك ولا لا؟ كنت مع عثمان وانا جماع. وكذلك التذكير فقط سي قطو كان رئيس الى النظر مقدم لكره القدم سي قطو. يعني اللي بغي نقولوا كاين غير الرياضيين المرموقين بخلاف الرئيس العصبة السي هاردو، كذلك السي بعرب والابطال الاخرين وكذلك شي واحد. اللي بغي نقول كنت كنتمنى من المشرفين باش يعطيونا توضيحات واش عندنا شي ملاكمين في المنتخب المغربي ولا ما عندناش، هادشي اللي بغيت نعرف من نظر. لا، لان دابا حاليا التظاهرات الدوليه كنسمعوا غير كما قال عثمان. كما قال عثمان بان الاغلبيه اللي كيمارسوا الفول كونتاكت وكذلك الملاكمة ينحدرون من المنطقه، المنطقه الريفيه النهضه. دابا حاليا السؤال المطروح واش عندنا شي ملاكمين داخل المنظومة ديال المنتخب المغربي ولا ما عندناش؟ كنسمعوا السي بعرب بطل عربي مشى حتى لشي دولة عربية، حرز على البطولة على الأردن، حرز على البطولة العربية، وكذلك عندنا أبطال كبار في الملاكمة وكذلك، ولكن في المنتخب المغربي غير التوضيحات فقط باش التوضيحات تكون هنايا في الملصق. واش عندنا ملاكمين، عندنا أبطال في المنتخب المغربي، واش كتم المنادات عليهم ضمن التركيبة ديال واش كتم المنادات عليهم ضمن التركيبة ديال المنتخب المغربي؟ لأنه حاليا ما كانش حتى شي واحد أبطال عالميين، أبطال عرب راهم حاضرين هنايا، أبطال كبار، ولكن مع الأسف المنتخب المغربي ما عندنا حتى شي واحد. حنا كنا كنتمناو باش واحد التركيبة توليفة ديال الأبطال من المنطقة ضد الأبطال اللي هما يعني في الخارج، غادي يجيبوا أجمل ملاكمين ديال المنطقة. هذا الحمد لله، يعني شي زيادة تشجع على الرياضة، والحمد لله فاش تشجع الملاكمة نتاع الخير ديال الكيك بوكسين ولا الملاكمة. أما الجواب في السي حسن عنده، إلا شبدني حاليا شي نجم في المنتخب الوطني هو حقا بني حاليا نجم، ولاعبين أخرين عربي سافر إلى أوكرانيا، هذه مثل الفريق الوطني المغربي دي دوبل بي إيسكي. يعني مقابلات احترافيه، هو كيقضي اماتور، الملاكمة ذي المغرب يعني ليس اماتور تيران غير في تيان شوف، اما الامل الكبار صافي طحن خوها بروفيسيونال، ونتيجه الشهر الاقراني مدينه الناظور، والحمد لله سيمانه يعظم الكوارتي دار بيضاء واحضر لحياه ريجنسي فانشط البطوله الاحترافيه المنتخب الوطني الى ضد المنتخب الانجليزي، ويا حني غرابيني كاسان تيدرها النقاط. تايتم كي يعني جن البطولة احترافية، والحمد لله الذي حجانا أبو حمد عبد الجليل تغدي شاب عليك سيارة كاس العرش بعدين في السنة يعني سي علي قيم الناظور، والفوق يتلي عبد الريان الوطن، وتمنى غاسي شعب التوفيق لأوكرانيا، وتجبر هذا غادي تسلم شاد سلمي شعب هذه الرياضية. عبد الجليل أبو حمد. أوكي.
يعني ذوني جد الشعر من تحت نهاره والحمد لله يعني الناخب الوطني وزريق إنش يعني حاليا منتخب يعني محتاج للأبطال يعني إنش هوني غير نشأ نتيجة عامة مرحبا بغا المنتخب الوطني ونتمنى إن شاء الله التوفيق يعني ولوالا عاود الدقة غنى مسؤولين النظام نجيب نيشان حاج الغني ونشي عما سمت بدنا كينا بجن حاج ونقول الحمد لله مولا كما تقول شغل كرة القدم أقول أسبوع ماني غنيرا أجمعنا على وجدان على أسفين على قدانية على الضرب إذا شكور أسبوع ماني تعتيرا وانت جاو بيسي حسين الدعوة شدي السنة عود إخواني عود الصحابين مشات السنة يعني مين تعنا مين تعنا رياضة دي النظام والحمد لله شي نازم يعني الجمعية سبعة الشباب يعني بخلق انحراف يعني خدت في دايس اتصن حوايج وتمني يعني مسؤولين يقيم خاطر سني افكار ديالها ما عرفتش في الشرق او الشمال غير ومن دابا غادي نتمنى غير شعل التطور ينجح نتمنى غير اكثر من اقليم النظام الممارس بعيس الصعوبات استخدمتش تنجم مجموعه التراور السنيده جيت قناه السي عبد المجيد وتمنى غير كيما شاف دور منتصف جيت شاف هذه القيم كيويا السيو في قطاع الرياضي كقطاع استثماري نصور طبيعة الحال في القطاع الاستثماري نصور بالمقابل في المؤسسة الاقتصادية يتثمن بها الرياضة نشتي دين دين نظام بريلا دولة الآن المؤسسة الاقتصادية ولكن من يتجند واش هو تبقى خرج المؤسسة العامة الرياضة ناري في الأرض الله بما تستيت وسط الدارية تفهم المعارضة تستيت بيعا ولكن يوحد شيء لا عمات فما المؤسسات تستيت الخيالات في المدينة استفادت الأموال الجارية في تسنس الخارج من غير تكون دين نظام قال اسمه بعد ما تعوين المياه ثانيا يجب ان يستوي الخاص سعد الله يستوي المجلس الاقليمي للرياضه واتمنى ان هذه السيجيه هذه السيمون ممكن الفكره هي تجديد ربما شكل السيمون غادي يشوف معلومات تقديم واتفق شغل وشوف لا انت السيمون زعما بلاصه غير تقديم ولكن السيمون في الوقت الحالي اذا شغلت تدي المساعي باش ندير المجلس الاقليمي قال سعد ما كاينش المبادره ما كاينش العارضه تما خمس سوايع كذلك تسمى تمارس الرياضة نتصور الأفضل يبيعون زي الميتة خيال عليك سير الله قسم مدينة وما مجموعة الأفضل يبيعون وقصد طرح السؤال الأفضل كيف حضر النهار واش كتفكروا إذا جات لكم شي فرصة تغادروا خارج الوطن تشوف مارس الأوروبا ولا أي بلد آخر وتحملوا الجنسية في هذاك البلد أنت إذا جات لكم عيش فرصة زوينة صحة من خير حشمة نفس السؤال سطر حق سير مدار ممكن بيزم طريقة معاكسة لشو عطوة تشغل إخوان سير مدار مين غالك كزدي من يتكالك عليك مش كمار داري هذا تخيل إلا أخلي إذا تجير اتصالات في الحقيقة مخشينة مين هو داري باش نشوف أفضل قيم دواي بعشرة ما مش اللي هو أفضل قيم دي نظر سوق اللي دي تندي في قطع موضوع رياضية فما رغم أن تسمى إنجل نحكي أفضل أك بطل مقال مصطفى الخصم الخضية الكيوان وبتاتوا غي ممشي يعني انتراض الإعلام وانتراض الخارج الإعلامية يقابل أنه وقع الكيوان تنتج من رياضة من عز الأخ يك من عز الأخ الجامعات وخصنا تستنيش الهيئة من سن خاصة تبنى الرياضة ثانية الكيوان نازلوا كني يعني بسيف تجمع يعني رئيس عثمان الريف هاو يعني كونتاكت الجامعة أخذ شوية توضيحات من يوض يعني الكيوانيتا بخصوص تنظيمها التظاهرة وطنية رياضية هامة جدا فايت نايت تظاهرة في رياضة كيك بوكسينغ والفول كونتاكت اللي كتشرف عليها جامعة الملكية المغربية وكذلك عصبة الريف ومن تنظيم جمعية العثمان لرياضة بنادور كنبغيو نشكروا أولا كل الزملاء الإعلاميين كل المنابر الإعلامية اللي كانت عندها قناعة أنها الدعم والتظاهرة ديال أبناء المنطقة لأبناء المنطقة وللوطن كذلك لكل أبطال المغاربة التظاهرة غيكون فيها مشاركة ديال مباريات ديال أبطال المغرب ديال إفريقيا وديال كذلك أبطال ديال مجموعة ديال التظاهرات القارية والعربية وكذلك أبطال غيكون يعطيو لنا واحد الطبق رياضي كبير جدا كذلك نقول بأن الجمعية ديال عثمان لرياضة بنادور كاين مجموعة ديال الأبناء ديال المغاربة العالم الجالية المغربية المقيمين بالخارج اللي جاوا للناظور جاوا للمغرب باش يساهموا في الإشعاع الرياضي وباش ينميوا الوطن وينميوا الرياضة للشعار ديال التظاهرة
هو الرياضة وسيلتنا والتنمية غايتنا. إذا شكرا لكل أبناء يعني الجالية المغربية المقيمة بالخارج اللي جات باش دعم القطاع الرياضي في المنطقة. نقطة أخرى بغي نقولها كذلك أنه الجمهور الرياضي مطالب بدوره أنه يدعم معنويا التظاهرة ويكون حاضر بقوة بكثافة يوم الأحد ابتداء الساعة الرابعة في الزوال 8 فبراير بالقاعة المغطاة لرياضات بالناظور، فينا يكون مجموعة المفاجآت للجمهور وكذلك الأبطال اللي غيتباراو وكذلك مجموعة من الأمور اللي ما بغيناش نكشفوا عليها اليوم غادي يشوفها الجمهور الكريم في القاعة المغطاة لرياضات بالناظور. يعني أخيرا كنتمنوا لكل المشاركين مقام سعيد بمدينة الناظور والتوفيق إن شاء الله في المباراة في الثلاث، وكنتمنوا أن التظاهرة إن شاء الله تكون في مستوى تطلعات الجمهور مستوى تطلعات المنظمين، ودائما نخدموا الهدف النبيل والأسماء اللي كينادي به الرياضي الأول صاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله اللي دائما كيدعم قطاع الرياضة كيدعم الشباب كيدعم الطفولة وكيدعم كل ما له ارتباط بالمجال.